السلام عليكم مشاهدي قناة الكرات الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة تجمعنا وإياكم وبرنامج البيئة والناس. هذا البرنامج الذي تقدمه وتعده لكم دائرة التوعية والإعلام في وزارة البيئة، فأهلا وسهلا بكم معنا. انطلاق ورش عمل فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة، جولات ميدانية لعدد من المشاتل بالمدينة القديمة في الموصل، كما ونشاهد في حلقتنا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديرية البيئة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. أكد وزير البيئة نزار آميدي والسفير الفرنسي إريك شوفالي على التعاون في مختلف التحديات البيئية. جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة المهندس نزار آميدي السفير الفرنسي بمقر الوزارة وبحثا العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات البيئية. من جهته أكد السفير إريك شوفالي حرص بلاده على أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه ودعم التحديات التي تواجه العراق في المستقبل، ومنها حالة التصحر وخطورة الانسدادات المائية وتقليل من الحصة المائية وخاصة من الأنهر التي تكون منابعها من خارج الحدود. أكد وزير البيئة المهندس نزار آميدي أن العراق يحتل مرتبة متقدمة محليا ودوليا في الرقابة الإشعاعية بعد اكتمال منظومة الإنذار المبكر والرصد البيئي. جاء ذلك خلال جولة العمل الميداني التي زار فيها وزير البيئة مركز الوقاية من الإشعاع بحضور الوكيل الإداري دكتور كاميران علي حسن وعدد من المدراء العامين، وتم تقديم شرح مفصل عن الإمكانيات والتقنيات والمختبرات المتطورة التي يستخدمها المركز في رصد ومراقبة أنواع التلوث الإشعاعي كافة. وزير البيئة أكد على ضرورة تعظيم البنى التحتية للمركز والسيطرة على الرقابة الإشعاعية الدقيقة لكل الأنشطة المحلية وضمان سلامة العاملين في هذا القطاع وتوفير كل وسائل الوعي والوقاية له، منوها إلى عزم الحكومة والوزارة إعلان العراق خالي من التلوث الإشعاعي. وعلى صعيد آخر، ترأس وزير البيئة المهندس نزار آميدي اجتماع مجلس إدارة صندوق حماية وتحسين البيئة، والذي بحث مجموعة من المشاريع التي تسهم في تحسين الجانب البيئي وأهمية تعزيز الوعي لدى الجميع وتعظيم موارد الصندوق لأجل أن يكون داعم رئيسي لدوائر البيئة في تنفيذ مهامها المطلوبة. أحبتي المشاهدين، دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أهم المحاور التي تناولتها ورش العمل التي أقيمت في دائرة التدريب وبحوث الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء ضمن المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وبحضور ممثلي الجهات المعنية. إذن مزيد من التفاصيل نشاهدها الآن عبر هذا التقرير، فكونوا معنا. بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الأولمبية العراقية، نظمت وزارة الكهرباء دائرة التدريب وبحوث الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء ورش عمل وندوات لدعم المبادرة الوطنية للطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات بحضور ممثلي فريق إيزو طاقة وفريقي التوعية والإعلام الوطني.
مثل هكذا ورش عمل ودورات وجلسات حوارية وندوات تثقيفية بالتأكيد تعزز من مفهوم التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة سواء على مستوى يعني الإعلام وغير الإعلام، وبالتالي ما هي إلا فرص للقاء بالإعلام الحكومي لخلق رؤية واضحة إعلامية حكومية قادرة على مخاطبة الجمهور المستهدف بالشكل الذي يليق ويسهم في تعزيز ثقة الجمهور المستهدف في المؤسسة الحكومية. واليوم تواجدنا هنا في هذه القاعة ما هو إلا رسالة واضحة على أن جميع الإعلام الحكومي هو يصب في مخرج واحد، وهو مخرج يعني نشاطات وعرض نشاطات وكفاءات اللي تعمل عليها الدولة برمتها والحكومة بشكل خاص. الحفاظ على البيئة من الانبعاثات والملوثات وأهمية تفعيل الدور التوعوي والإعلامي الذي يعد أحد متطلبات المبادرة الوطنية للطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات ودعم توجه الدولة نحو سياسات الاقتصاد الأخضر المستدام أهم ما تناولته الورشة. ضمن تنفيذ خطة الوزارة لأيزو طاقة، هذا الفريق الذي تعهد بإقامة الندوات والدورات التثقيفية لنشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع لتغيير استخدامات الطاقة من الطاقة السلبية إلى الطاقة الإيجابية وهي الطاقة الصديقة للبيئة. اليوم كان هناك ندوة في مركز البحث والتطوير التابع لوزارة الكهرباء، ندوة توعوية حول موضوع العمل الجماعي لإنجاح أي مشروع وأي عمل يجب أن يكون هناك تضافر في الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة من خلال هذه المشاريع التي تقوم بها الوزارات. فاليوم كانت الندوة موسعة وكانت نقاشات واسعة حول هذا الموضوع لتشكيل فرق عمل ناجحة تصب في خدمة المواطن وتحسين الواقع البيئي في داخل البلد. ويرسم فريق المبادرة الوطنية الخطوات الرئيسية والرؤية والسياسة القادمة لمستقبل الطاقة في العراق، والتشجيع على استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة في جميع القطاعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام. انظر يا عم علاء الدين، أرى دجلته قد شح وقل زراقه ونقاوته. نعم سندباد، هذا بسبب التجاوزات التي تطال دجلة وباقي الأنهار والناتجة من رمي النفايات والأنقاض من الأنشطة الصناعية. ماذا تعني بالأنشطة الصناعية؟ الأنشطة البلدية والنفطية والصحية والكهرباء ومنشآت القطاع الخاص كلها عليها مراعاة عدم رمي نفاياتها في مصادر المياه. وماذا على المواطن من مخالفات؟ بعض المواطنين يرمون مختلف الأنقاض والنفايات والحيوانات النافقة، والمخيف أكثر أقفاص الأسماك التي يزيد عددها عن المعقول، كلها تسبب مشاكل تلوث تطال دجلة والفرات. لابد للوزارات المعنية أن تهتم بهذه الأنشطة ومراعاة الحفاظ على سلامة دجلة والفرات. لا تنسى ولدي سندباد أن هدر المياه بات مشكلة كبيرة، لابد للمعنيين في شأن التوعية حث المواطنين بعدم الهدر بمياه الشرب، لأنه سيهدر الأموال ويزيد من كميات مياه الصرف الصحي الغير معالجة، وبذلك سيزداد التلوث على مصادر المياه. جميل جدا هذه الإذاعات المتنقلة وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في حملات التوعية. العراقيون معروفون بغيرتهم وشهامتهم وحبهم لوطنهم، ولا بد لبلد الحضارات العراق أن ينفض غبار الماضي ويتألق أكثر وأكثر مثلما كان في كل العصور. أحبتي المشاهدين، المبادرات ما زالت مستمرة، وهذه المرة مبادرات شخصية وجهود ذاتية ترجمت على أرض الواقع لتعيد صور الخضراء والازدهار لإحياء المدينة القديمة في الموصل. في مشاتل الأمل والحياة
سادتي الأكارم، الآن سوف نأخذكم إلى حيث نينوى الموصل بالتحديد ومزيد من المشاهد التي سوف نشاهدها عبر هذا التقرير، فكونوا معنا. خطوة تتبعها خطوات وأمل في حياة أفضل، ولأنها مدينتهم وموطن آبائهم وأجدادهم، يستعيد أهالي المدينة القديمة في الموصل نشاطهم وسبل عيشهم. الحياة تعود بروح ومحبة وانتماء إلى أحياء المدينة القديمة. ليكن طلال محمد ومشتله حمام المنقوشة خير نموذج للتشبث بقادم أجمل وأبهى. هاي المشل من أرض أنقاذ، من أنقاذ حولته إلى مشل بجهود يعني ذاتية، وزرعت بيها الشتلات وأشجار ورود، وصار عندي زباين يعني يجوني يراجعوني دائما. وثاني شيء يعني أشني أشجع أي مواطن، يعني أي واحد يبني له بيت لازم يزرع له بالبيت شجرة يوكاليبتس مثلا، أكاسيا أو حمضيات. ندعو المواطنين بالاحتذاء بالتجربة اللي قام بها المواطن في منطقة حمام المنقوشة بتحويل أرض عبارة عن أنقاض من مخلفات العمليات الحربية وتحويلها إلى مشتل لغرض يعني عكس صورة لعملية لتشجيع عملية التجير في محافظة نينوى. وتستمر جولة الفريق المشترك من دائرة التوعية والأعلام البيئية ومديرية بيئة نينوى في المدينة القديمة في الموصل، ليحط رحاله في منطقة المكاوي ومشتل فارس أبو عمر. المرة رجعنا على القديمة، رجعنا على بيوتنا، فكانت المنطقة يعني أنقاض، وتعرفون يعني كانت جثث و أرض سوداء كانت بوقتها. فرجعت يعني كملت بيتي هل شيء اللي أقدر عليه. فبعدين فكرت أنه هذا الفرع أريد أسويه فرد متنفس، فرد شيء خضار، حديقة أو كذا. فقمت بديت بهاي الشغلات يعني، وهاي الشغلات اللي جبتها يعني أسطولة، وهاي عادة هاي الشغلات البطولة مع الأرسي الحصو. فقمت جبت نبتات وقمت أزرع بين الفرع، وصار الفرع بهالشكل هذا. مبادرات وجهود ذاتية لنشر ثقافة التشجير وتحويل ما كان خرابا إلى خضرة وأزهار، لتترجم مشاعر الحب والأمل إلى أغصان ونباتات وزهور في مدينة تمسكت بالنور بعد الخلاص من ضبابية وظلام داعش وعصاباته الإجرامية. تلوث المياه يتمثل بدخول مواد ضارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأنهار والبحار والمحيطات والبحيرات والجداول ومخازن المياه الجوفية كالآبار أو طبقات المياه الجوفية، مما يغير من خصائصها الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية. وينتج تلوث المياه عن إلقاء نفايات المصانع التي تحتوي على ملوثات كالكبريت والأسبست والنترات والرصاص والزئبق وغيرها من المواد الكيميائية الضارة، ووصول مياه الصرف الصحي التي تحمل البكتيريا الضارة، واختلاط المواد الكيميائية الناتجة عن عمليات التعدين بالمياه وإلقاء النفايات كالورق والألمنيوم والمطاط والزجاج والبلاستيك أو الطعام في المسطحات المائية، بالإضافة إلى تسرب النفط من الناقلات البحرية ووصول الأمطار الحمضية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، واختلاط المواد الكيميائية التي تنبعث من الأسمدة ومبيدات الآفات مع مياه الأمطار وتدفقها وتسرب مياه الصرف الصحي من الأنابيب واختلاطها بالمياه الجوفية وتراكم الكائنات الحية البحرية التي تموت نتيجة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، واختلاط مياه الأمطار أو المياه الجوفية مع المواد المتسربة من مدافن القمامة إلى المسطحات المائية. أحب
أحدث المشاهدين متواصلين معكم أينما كنتم. الأخبار تأخذونها دائما من الحقيبة الإخبارية. إذن نذهب مباشرة الآن إلى مديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات، وهذه الأخبار التي نقدمها لكم عبر فقرتنا التالية الحقيبة الإخبارية. أجرى فريق من مديرية بيئة كربلاء المقدسة زيارات تفتيشية لبعض العيادات والمراكز الصحية في المحافظة، ومنها عيادة السيدة لأشعة الأسنان لإجراء المسح والكشف الموقعي على جهاز الأشعة الموجود في العيادة لمعرفة مدى التزام العاملين بشروط ومتطلبات الوقاية الإشعاعية، وتبين خلال القراءات الخاصة أنها ضمن الحدود المسموح بها. نفذ فريق رقابي من مديرية بيئة صلاح الدين عدة زيارات لمكاتب بيع مبيدات الأسمدة والمواد الزراعية في قضاء تكريت للإطلاع على الواقع البيئي لهذه المكاتب وآلية بيع المبيدات الزراعية، وتوجيه أصحاب المكاتب بخطورة تداول المبيدات المحظورة في الأسواق والامتناع عن تداولها دون ترخيص. وتم خلال الجولات تسجيل أنواع المبيدات المتداولة والمستخدمة في هذه المكاتب من حيث أنواعها وكمياتها وفق الاستمارة معدة لهذا الغرض من قبل الشعبة المختصة. أجرت الفرق المختصة في مديرية بيئة ذقار شعبة الوقاية من الإشعاع مسحا إشعاعيا لساحات تجميع الحديد المستخدم بمختلف أنواعه من عجلات وغيرها، حيث أجرى الفريق المسوحات الإشعاعية المتكاملة وباستخدام أجهزة الفحص الإشعاعي المحمولة. وقد أثبتت نتائج المسوحات عدم وجود أي مؤشرات للتلوث الإشعاعي لتجمعات السكراب من الناحية الإشعاعية. أجرى فريق فني من مديرية بيئة بغداد الكشف البيئي المشترك مع أمانة بغداد لغرض استحصال الموافقات البيئية الخاصة بمحطة إنتاج مياه صالحة للزراعة لمشروع الحزام الأخضر الذي تنفذه أمانة بغداد في منطقة الدهنة غربي بغداد، حيث قام الفريق المشترك بسحب المياه من مبزل السقلاوية المجاورة لمحطة التحلية ثم إلى محطة الضخ الرئيسية ليتم معالجتها للحصول على مياه صالحة للزراعة حسب نظام المحددات الوطنية رقم 3 لسنة 2012. قام فريق من مديرية بيئة المثنى بالتعاون مع الأمن الوطني بزيارة إلى مخزن الكلور التابع لمديرية ماء المثنى لمتابعة المتطلبات البيئية والإجراءات القانونية المتخذة بحق مديرية الماء. وتم خلال الجولات التأكيد على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان حسب التعليمات والضوابط البيئية الخاصة بخزن مادة الكلور. نفذت الفرق الفنية في مديرية بيئة الأنبار زيارة ميدانية لعدد من مدارس قضاء عنا لنشر الثقافة البيئية بين شريحة طلبة وتلاميذ المدارس، وشملت الحملة إلقاء مجموعة من المحاضرات العلمية حول أهم المفاهيم والمفردات البيئية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ضرورة المحافظة على النظافة العامة وتوفير أدوات التعقيم لا سيما في ظل التحديات البيئية والصحية الأخيرة التي تشهدها البلاد. أجرى فريق فني من شعبة البيئة الحضرية في مديرية بيئة بابل زيارة ميدانية لمستشفى الحل الجراحي لغرض متابعة الواقع البيئي، وتم إبلاغ إدارة المستشفى بضرورة إجراء عملية الصيانة الدورية لأنابيب المخلفات السائلة وفرز النفايات الطبية قبل نقلها للمحارق العاملة ضمن القطاعات الصحية لخلق بيئة آمنة خالية من التلوث. بناء على شكاوى المواطنين وأهالي ناحية الإمام حول وجود أكوام للنفايات قرب مرقد سيد شبيب، قامت الفرق الرقابية في بيئة المحاويل بإجراء كشف موقعي على منطقة الصباغية ولوحظ صحة ما ذكر في الشكوى، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على بيئة وصحة المواطن.
إياكم وحلقة البيئة والناس، نأتي الآن إلى ختامها. تقبلوا منا أجمل التحايا وإلى اللقاء.